اهلا وسهلا بيكم اعزائي واصدقائي مشاهدين قناة الاخر ومشاهدين قناة صديقي العزيز احمد سامي. اهلا وسهلا بيكم. النهاردة احنا مش بنبث على قناة الاخر، بنبث على قناة احمد، علشان عندنا مشاكل تقنية كبيرة جدا، فنعتذر عن هذه المشاكل التقنية النهاردة، وبنعتذر كمان عن عدم وجود دكتور جورج معانا علشان طبيب وحصل ظروف في العمل فاضطر ان هو يذهب للعمل، فبعتذر مرة أخرى. وأعتقد بعد الحلقة، بعد البث المباشر هنا على طول، هنلاقي الحلقة موجودة على قناة الآخر، ونرجو بقى الدعم لأن التبليغات عندنا كتير جدا. برحب في قناتك وفي بيتك يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك. برحب أخويا وصديقي مختار، حبيبي وتوأم روحي ليه، أهلا وسهلا بيك. كما عودناكم هناخد كلمة ترحيبية الأول من أحمد، بعد كده مختار، بعد كده ليو، ونبدأ. شكرا مرة أخرى يا أحمد على الاستضافة دي، وإن أنت بادرت إن أنت تساعدنا علشان الحلقة النهاردة تظهر للنور. شكرا ليك، معاك المايك، كلمة ترحيبية اتفضل. شكرا يا ياسر وليو ومختار على تحت الفرصه مره ثانيه ان احنا نستكمل الحوار اللي احنا كنا بداناه الاسبوع اللي فات، لانه كان واضح ان في اجزاء كبيره منه كانت ناقصه ومحتاجه يعني نكمل يعني. وهبقى سعيد لو ده حتى يتكرر يعني كل اسبوع يعني لغايه ما فعلا نعيد صقل طريقه التفكير ومنهج البحث وكده، بحيث ان احنا نوصل للحقيقه ان شاء الله يعني. شكرا ليك وشكرا حتى جورج، يعني ربنا يوفقه يعني في مشاغله، وان شاء الله نشوفه المره الجايه يعني. وبرحب طبعا بكل الناس المستمعين يعني، اول لايف برودكاست عندي على القناه. شكرا ليك طبعا انك اتعلمتني ازاي اعمل موضوع اللايف برودكاست ده، غالبا هعمله كتير بعد كده يعني. اتفضل. شكرا ليك على الاستضافة مرة أخرى أحمد، ومختار كلمة ترحيبية صديقي. حبيبي ياسر، انا برحب بكل الناس طبعا، احمد ليو برحب بيك طبعا. احنا متشكرين يا استاذ احمد على الاضافه النهارده، الاستضافه النهارده في قناتك، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبقى عندك ومره تبقى عند زهزر، وان شاء الله الناس كلها تستفاد من الحوار اللي هيحصل يعني. طبعا برضو بنعذر الدكتور جورج كده في المرات اللي جايه ان شاء الله. اتفضل ياسر. توأم روحي بقى ليو صديقي، النهاردة عندنا اتنين مؤمنين واتنين ملحدين، والصراع سيكون قوي. اتفضل. انت لكن في مركز الحكم والمشارك. لكن انا اولا اشكر كمان صديقنا احمد الاستضافة، اطلب كمان المشاهدين الدعم، سواء اتفقنا او لا نتفق، مهم انه يكون في تعبير للاراء، والافضل دليل هو المناظرات اللي عملناهم مع القناة الاخر، او المناظرة اللي احنا نعملها الان، والنقاش والتبادل. مهم ان يكون فيه اماكن الكل معبر فيها ونتناقش فيها ونتحاور فيها ويكون مفتوح. اذا طلب الدعم ليس فقط من المشاهدين او المحبين لاعمالنا او من الملحدين، لكن من المتنورين بصفة عامة مهما كانت مللهم وديانتهم، لان النور يمس اي انسان مهما كانت معتقده، والظلام كمان. إذا نتمنى أن تكون في مساعدة للقنوات ودعم. أشكر أحمد مرة ثانية. حبيبي ياسر، أنت مع التعليقات ممكن. أحمد أنا ممكن أعمل مقدمة. المشكلة بس احنا عندنا مشاكل تقنية النهاردة، فحاولوا بس تستحملونا شوية. أحمد نبدأ نكمل معاك ما توقفنا عنده المرة اللي فاتت، وناخد أول مداخلة منك، اتفضل. طيب
انا طبعا مش متذكر بالظبط احنا وقفنا فين المره اللي فاتت يعني، بس اعتقد يعني برضو استكمالا للموضوع بتاع المره اللي فاتت، ان احنا افترضنا ان في اله وهو اللي خلق الكون وكل حاجه، ليه يكون الاله ده هو الاله الابراهيمي؟ وليه يكون الديانه اللي هو عايزها هي ديانه الاسلام؟ احنا يعني الجزء الاولاني اعتقد انا مش متذكر بالظبط ان احنا قفلناه ولا لا، ولا يعني الجزء اللي كان فاضل هو الجزء بتاع ليه نبوه محمد، وليه محمد يكون هو نبي الاسلام. يعني ان انا اعتقد الجزء الاولاني اللي هو ليه يكون الاله الابراهيمي، ان انا شايف انه مواصفات الاله الابراهيمي احنا اتفقنا ان هي اقرب ما تكون الى العقل. ويمكن الجزء اللي انا نسيت ان انا او يعني ما كانش في وقت ان احنا نتكلم عنه، انا اتكلمت كتير والدنيا كانت مطوله قوي، انه كان دكتور جورج اتكلم انه لا ليه نزل القران، يعني في حاجات مش مفهومه منه، وليه سايب الموضوع الشرور تحصل في الدنيا ومش عارف ايه و الى اخر ذلك. مشكلتنا هنا ان احنا عايزين اله بتعرفنا احنا، مش عايزين نقبل الحقيقه كما هي. يعني احنا ما عندناش مشاكل ان احنا نقبل قوانين الفيزياء زي ما هي، معادلات الحركه بتاعت الاجسام معينه زي ما هي ونتعاطى معاها على هذا الاساس، كل ده احنا ما عندناش مشكله فيه، ان احنا نتلقاه كحاجه ثابته فرضت علينا ونتعامل معاها على هذا الاساس. اسف على المقاطعه بس يا احمد، في بس حاجه تقنيه كده، لو انت بس عامل كليك على اي حد مننا يا ريت تلغيه، يعني تدوس عليه تاني، لان في اللايف ظاهره الصوره بتاعتي فور ايفر. اوكي، ده اللي كان حاصل فعلا. انا كده اوكي، شكرا، اتفضل كمل، اسف المقاطعه. طيب بس الصوت كان مسموع صح؟ مش محتاج ان انا اعيد اللي انا قلته تاني. اوكي طيب، الحاصل دلوقتي ان انا في تعريف معين للاله، انا فرضه في دماغي ومش مقتنع باللي موجود دلوقتي. انا في الاله في تعريفي انه لازم يعمل على هدايتنا كلنا، يكون واضح تماما ان هو ده الاله، مش عايزين نتعب نفسنا في ان احنا نفكر في اي حاجه، الحياه في الارض تبقى حياه يعني 100 فل و14، مفيش معاناه، مفيش شرور سواء مبرره او غير مبرره، مفيش اي شكل من اشكال المتاعب والاحزان ولا اي حاجه، شروط معينه كده انا فرضها نفسيا عاطفيا على الاله. الاله مش جاي على مزاجي، مش في حاجه انا مش راضي عنها في الكون، في حاجه انا مش فاهمها، لا، ولازم يشرح لي كل حاجه، لازم تكون كل الاحكام واضحه، لازم يكون كل حاجه بيعملها تكون مبرره، ولازم اكون انا مقتنع، وبالتالي عشان انا لازم اكون انا مقتنع، وبالتالي بقيه المليارات البشر يكونوا مقتنعين هم كمان، على اختلاف عقولهم وعلى اختلاف كل حاجه، هم كمان لازم يكونوا فاهمين حكمه من كل قرار صغير ولا كبير، كل حاجه لازم تكون واضحه بالنسبه لي ومفهومه ومفيش شرور والدنيا تبقى زي الفل و100 فل و14. هو ده الاله. لو في اي حاجه غير كده حاصله قدامي، بل الاله ده مش عاجبني، مش مقتنع، حصلت حاجه وانا ظاهره معينه انا مش فاهمها، بس يبقى الاله ده مش عاجبني. ايه ده، في فيروس ده اصاب طفل، ايه ده الطفل بيعاني، بس يبقى الاله ده كده مش عاجبني. ايه ده، في حاجه مش فاهمها في جسم الانسان، يبقى الاله ده مش عاجبني. يكون فاهم يا الاله وحش، يكون فاهم يا الاله مش موجود. هي دي المشكله، دي مشكله اصليه عندنا. مين اللي قال ان الاله وظيفته ان الدنيا كلها تبقى سعيده؟ انت اقتنعت بوجود اله نتيجه خلاص عندنا براهين بتقول ان في اله. جبت منين بقى انت ان الاله ده، يعني حددت الجوب ديسكريبشن بتاع الاله ده ازاي؟ ليه، ايه اللي قال لك ان الاله وظيفته ان يخلي الناس كلها سعيده مثلا، يعني سعيده بمقياسك انت؟ يعني ايه اللي قال لك ان الاله وظيفته ان الناس كلها ما تعياش؟ ايه اللي قال لك ان الاله لازم يكون كل الناس ما فيش اي معاناه عند الناس، ولا نفسيه ولا جسديه ولا اي حاجه؟ هي دي، انا شايف ان دي كانت الازمه او المشكله الاصليه اللي حاصله في الكلام بتاع المره اللي فاتت، بالاضافه للحته بتاعه تفاصيل النبي وحياته واعتقد ان هي دي الحاجات اللي احنا المفروض نتكلم عليها انا والمختار النهارده. يعني كفايه كده عليا، مش هسكت. احنا عارفين ان انت وهشام يعني لما بتنطلقوا يعني لازم يبقى في حد يقول لكم ناخد بهذا، نكتفي بهذا القدر ونبدا نكمل. مختار،
انت كان عندك تعليقات على الحلقة اللي فاتت، وطبعا نسمع رأيك في الحلقة دي. اتفضل. هو الحقيقة يعني أنا كان نفسي أسمع ليه الأول قبل ما أبتدي، عشان يبقى بس الموضوع فيه نوع من التوازن. بس هو أنا كانت كل تعليقاتي المرة اللي فاتت قبل ما أكمل الكلام، طبعا أنا بشكر أحمد الأول على الكلام الجميل اللي هو قاله، لأن هو ده صوت العقل وصوت المنطق. أضيف كمان على كلامه قبل ما أعلق على المرة اللي فاتت، إنه اللي الصح في التفكير انك لا تتوقف عن طرح الاسئله. يعني انا سالت سؤال عن وجود اله، الاسئله كلها اللي بتدور في دماغي حته معينه واروح واقف ما اسالش ليه، يعني ما كملش باقي السؤال. زي مثلا لما كان المره اللي فاتت دكتور جورج كان اتكلم عن حياه النبي محمد في شويه نقط كده، انا مش متذكر بالظبط يعني هو كان ذكر الحوادث ايه بالظبط، بس كان اتكلم كده عن بعض النقط. وبعدين يجي مثلا يقول اصل الكتاب الفلاني او الكتاب العلاني قال ان محمد بيعمل كذا وكذا وكذا، وبعدين يوقف خلاص، هو كده ايه يعني صدقنا احنا بالكلام ده. بس هو ما سالش نفسه السؤال اللي بعد كده، طب هو ليه يعمل كده؟ يعني ايه اللي يخلي محمد يعمل كده؟ ايه اللي خلى ليه محمد عمل كده؟ وترتب على ده ايه؟ ففي حاجات كتير